السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله راكم صافا. اليوم راح نشوفوا طريقة ولا براتيك ليوتيوب دو بريلافمون زايد البراتيك مع ليكيب. إن شاء الله يعجبكم الفيديو. انتظرونا في القادم وما تنسوش الجيم وبارتاج للقناة. نبدأ اليوم مع الكوردوزيام اللي هو تيب تاع ليوتيوب دو بريلافمون. واش عندنا في اليوتيوب دو بريلافمون؟ عندنا ليكات هذو اللي رانا نشوفوهم بزاف، لي باريني سيتراتي بيديتيا وساك. نبداو بالاول اللي هو لوديتيا. لوديتيا هذا واش من حكايته؟ هو تيب فيولي تلقاه هنا مكتوبه لوديتيا. لوديتيا هذا كي تشوف الداخل تلقى فيه قطرات تاع انتي كواغير. اول حاجه تفيري فيها في التيب لازم يعود فيه الداخل، اذا كان ما فيهش ما تخدمش. قادر يكون في بلاصه فيها سخانه راح ينشف، بعد كي دير فيه الدم راح راح يحبس، ما يصلحش لي زاناليز. لوديتيا واش نديرو فيه؟ الحاجه الاولى كامل كديزانفيرمي ما نسحقوش ياسر لي زاناليز، باه تشفوا عليهم. تشفوا الحاجه الاولى هي لافاناس، لافاناس فورميل نوميراسيون سونغ. راح نشوفوا التركيبه تاع الدم من المركب، كالكريات دم حمراء، كريات دم بيضاء، لي بلاكات، هذو هما اللي راح يعاونوا الميدسان يشوف لي زاناليز. بعد ندير لكم كور على لي زاناليز كيفاش نقراهم، راح يشوفوا اسكو هذا المرض طالع له بزاف الكريات البيضاء، كاينه انفكسيون ما كانش، هابطين كريات الحمراء معناتها عنده فقر الدم وياسر لي مرضي راح تشوفهم بعد. نقدروا نديروا فيها الجروباج زيد. شنو الحوايج اللي نقدروا نديروا هنا؟ سيرولوجي مثلا لي مرضي انفكسيوز كيما لي باتيت بعيد الشر، كيما لي مرضي الاخرين كامل تاع المرياج راح يدوموندو فيه سيرولوج. هذا هو لوديتيا. لفناس سيرولوجي. شنو الحاجه الاخرى؟ الكروباج. هذا شويه الحوايج اللي تشفاو عليهم. شوف الحاجه الاولى ثاني ما تنساش تفيريفي لاطا تاعو، تفيريفي اسكو راه مشقوق، باش من ذاك تحط الاخر تلقاه. كتب دير في البيلون بعد، انا دوك نوريك كيفاش دير بريلافمون. الحوايج هذو كامل تفيريفيهم باه دير تيب تاعك. دوزيام تيب واللي هو لي باريني. لي باريني كولر تاعو فير، كي تفيريفي تلقى قطرات لداخل. هذا لي باريني واش راح دير فيه؟ الحاجه الاولى الجليسيمي. بيلون جينيرال تاعنا كي يكتب لك الميديسين يكتب لك ليكسي جليسيمي لوري كريا سي ار بي ليونوغرام. هذا الحوايج اللي نشفوا عليهم. لي باريني ولا تيب فير، ودوك نشوفوا كل واحد كيفاش يتعمل. اغلبيه لي زاناليز راح نديرهم سونغارو. فيريفي كيما قلت لك لا دات تاعو، فيريفي اسكو مكسور مش مكسور، الماء تاعو اللي داخل لي زونتي كوغيلو. الحاجه الاولى ليسيمي. ليسيمي واش هي؟ نسبه سكر في الدم، دوزاج تاع السكر في الدم. اسكو مرض طالعت ولا مش طالعت له السكر. الحاجه الاولى زوجه ليوريكريا. ليوريكريا هما زوج لي زاناليز خاصين بال كلاد. المرض هذا اسكو راه ليوريكريا اذا كان طالع راه معناتها المرض عنده بروبليم في ليران تاعو، قادر حتى يولي ايدياليزي. يونوغرام. يونوغرام هو تاع الشوارد، البوتاسيوم ماغنيسيوم، هذاك الشوارد كامل اللي راح نشوفوهم بعد راح نديرهم كور وحده. والسي ار بي هو بروتين سي رياكتيف اللي هو اغلبيه الاحيان ولينا نديروه في الكورونا. سي ار بي اذا كان طالع، اذا كان بوزيتيف ولا نيجاتيف من هالمرض راح ندخلوه اوسبيتاليز. هذا هو لي بارين. سيتراتي كيف كيف، سيتراتي مكتوبه سيتراتي. لي تيب اللي قبل هذا كي نعاودو نرجعو ليهم، سيتراتي تلقاه مكتوبه سيتراتي. سيتراتي شري الحاجه اللي فيه، تلقاو فيه البرودوي بزاف. تفيريفي كيما قلت لك لادات تاعك، تفيريفي اسكو مشقوق مفتوح، البوشون تاعك ديما تلقاهم زرق. عندنا لي زاناليز نديرو فيهم تي بي في اس، نقدرو نديرو فيه سيرولوجي. هذا شو هذو ثلاث حوايج اللي تشفاو عليه. تي بي هو تودو بروترومبين، اغلبية المرض اذا كان راح يدخل بلوك راح نشوفو البروترومبين تاعو اسكو طالع اسكو هابط، اغلبيتها لازم تكون 100% باه ندخلوه البلوك فوق الكادر. الفي اس هو الفيتاس دو سيدومونتاسيون، سرعة ترسب الدم. هذا راهم تابعين للابو بروميير اور اي دوزيام اور. السيرولوجي
حوايج تاع سيرولوجي الساك، الساك هو الاخر راح تلقى ما كاين والو داخل فارغ. بوشون ما يهمكش الكولار تاعو، اصفر احمر احمر واو. تقدر دير اذا كان ما عندكش الساك راح نديرو في بلاصتو سورانك، سورانك هذه تديها الله يجي فيه سيرولوجي ويجي فيه سي ار بي. نرجعو ليهم كامل كيما لو ديتيا لا فانس ماكش راح تعمرو كامل. ها هذه نوع من الزعلي صراحه اغلبيه الاحيان نديروهم في النص 2 سي سي دمي 3 سي سي باه تجيب لك لاطوس قلت لك لي باريني كيف كيف احسن هي 3 سي سي في النص. سيتراتي كيما تي بي لازم تعمرو حتى لهنا حتى للكارت 4 سي سي سون كار ولا ما دير كار. الفي اس كيف كيف بصح تعمرها في النص سونغارو. أغلبية لي زاناليز من الأحسن ديرهم سونغارو إذا كان المرا تاعك باين ولا بان، إذا كان موش باين ولا بان حاول دير لارو بداية بان وكل بان ومن بعد تعاود. هي فو هي قلبة بصح بصح المشكل إذا كان مرض ما عندوش ليفان راح تتحتم تولي تنحلو بصح. هذا هما لي كاتيب بعد زدو نشرحوهم مليح. دوكا نروحو بريليفو كيفاش راح نديرو بريليفو في المرا تاعك. نكملو مع لي تيب تاعنا. درنا قلنا كاين كارتيب سيتراتي شفنا واش كاين فيه، يوديتيا شفنا واش كاين فيه، ايباريني شفنا واش كاين فيه، وساك شفنا واش كاين فيه. دوكا راح نديرو بريليفو مرات تاعك راح نديرو بريليفو. هذا هو مرات هو اليز معناتها مريح. راح تشوف لي فان تاعك راح تخير الفان لي يبان كيما البيكاج كيما الخطره اللي فاتت. البيكاج مثلا راح تبيكي هنايا، هذا هو الفان هو باين هنايا راح تبيكي هنايا كيما هذا والله يبارك راه عنده ايفان قط مسرح سونغارو بعد تقدر ما ديرش الكارو. حاجه الاولى كامل قبل رانا شفنا الدوسي تاع المرض راح عنده بريليفو اليوم. مرض راح يكون اجا زيد الحوايج كامل زيد دوسي مكتوبه في الدوسي بلي راه عنده بريليفو. وبعد تشوف نوع البريليفو اللي عطيك. اوكي اذا كان مثلا مرض يسحق بريليفو تلقى ورقه معمره لي زاناليز ما تخلصش كامل راح تشوف قد تسحق تيب. مثلا عنده تي بي عنده في اس سي بي رانا نسحقو 4 سي سي في اس نسحقو معناتها نهزو معنا زوج سيطراتي راح نسحقو الجليسيمي وحوايج اخرين راح نهزو بالدوبل. اذا كان عندك المرض عنده لي زاناليز برا بريفي اكيد راح تخدم له مش راح كل مره راح تحل تسمى راح تنحلو تيب الاول للوبيتال تيب الزوج راح ديرو البريفي معناتها المرض تاعك راح تعود واجد من كلش تقرا الدوسي تشوف واش كاين باه ما تمرضش المرض تاعك. اون بليس مش تنحلو اليوم بعدها يقول لك اني خلاص راني نحيت البيرون تاعي روح يفطر من بعد تجي تلقى روحك عطلتو على البيرون دوزيام. المرة تاعنا قلنا ريبارينا كلش الحوايج كامل انا من بعد نشوفهم في الديماراج باش كاين بروسيدير نديروهم باه تلحق للمرض باه تنحلو بيرون مش ديريكت مرض تنحلو بيرون. اكيد الدوسي اكيد بريفوني للمرض الشومبرا تاعو اذا كان مرض الشومبرا راح تكون كا اذا كان برا الشومبرا اكستير راح تكون كا راح نشوفهم كامل من بعد. اوكي انا في حاله تاع مرض عندنا في السيرفيس وراح جانا الحاجه الاولى شوف الحاجه الاولى كارو انا درناكم رمومو كارو كاين كارو سبيسيال العقده من بعد تعلموها حيث انك كي تشد تعاود تفتحها وتسهل. هذا هو كارو نفسها كيما البيكاج كيف كيف راح تفركت على ليفان ولا الفان اللي راح يكون مليح ما تروحش للفان سوبرفيسيال هذا تبيكي طر كما هنا عنده ليفان واجدين. كما قلت لكم تحاول انك تطلع بالنسبه ليك الخير السورانك تاعك راح تخير السورانك اذا كان عندك مرات عدد بزاف لي زاناليز مش راح ديري 2 سي سي ولا 5 راح تخيرو 10 فيري فيري هذا هذا تاعك اسكو مسكرو مش مسكرو هذا الحوايج راك قبل اللي تجيب المرض ديجا راك فيري فيت تفتح السورانك تاعك ولا انتيار اذا كان معاك اللاد يفتح يعطيلك ومن بعد مرض احسن كيما نقولوا باه ما يخافش ديما انا نجي نقول له صد لهيك باش قادر المرض يدخلك وتا يشوف الدم يطيح لك اذا كان طاح لك وتا وحدك معناتها تفتح ديما تشوف ليكوي ليكوي تاعك لازم تعود صاد لتحت ما تعودش صاد لفوق كيما هي ولا اي لي زانجيكسيون من بعد نشوفهم لا كي دير هكذا راح شغل ما درتو هكذا
السطر لتحت كي تبيكي ناضيه من جهه تحت مريكل ان شاء الله. روحوا ديريكت البلاصه اللي راه نحكيكم فيها لمسوها هاك قلنا ما ترجعش حتى مساحتها تقلب تقلب بسم الله صافي هكذا تعاود تروتيري شويه جاك الدم حسب لي زاناليز اذا كان نسحقوا بزاف نحاول بزاف اذا كان نسحقوا شويه نحو شويه حاول انك نحو كار نحينا الكونتيتي اللي نحتاجو سيب قلت هاد سي سي طبعا سي سي دو سي سي وبعد شلتي هاد سكر سيب دوك من بعد كنت راح دير التيب البيلون تاعك ولا نديرو خيرنا لي فارين تفتح جامي هذه تشد جامي تمسها بيدك قولوا هاي كلش صغير اون بليس راح تنحى هذه ماكش راح تبعث سكرنا ما تبداش تخلخل ديريكت هاك كلش راح يفسد الشون كامل رايح يتحل في بعضها الهيموغلوبين راح يتخلط كلش مع بعضها راح تكون دوس هذه نوبرينو تاع المرض تاعك نيميرو اذا كان عندك دوسي تاعو تكتبو مدات اذا كان تهضر سيب هذا واش تهضر تكملو هنايا ديرلو سبارادرا وتشوف المرض تاعك اسكو واش داير باش كنا حيتو الدم وراه اجن هكذا اذا كان دايخ راح ترجعوا له البوزيسيون تاعو الستريس تاعو تقيسوا السكر تاعو تقيسوا لاطونسيو تاعو تعرف السبه تاعو لا دايخ اذا كان هابط السكر ديرو جي 5 وهذو لي زاكت كامل بالاوردر تاع الميتان قال له في الاخر او داخ يكتب له الاوردونونس قال جي 5 ولا سيروم صالي ايزوتونيك هذو لي زاكت ما تخليش تي روحك كانفيرمي ما عندناش الاوردر لازم الطبيب هو اللي يعطيك وصلنا لنهاية الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم ما ننساوش نشكروا جميع المساهمين في الفيديو ليكوليك نحيو خالد وانتظرونا في فيديو اخر ان شاء الله سلام.